السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح أشرح عن برنامج الوورد، المواضيع اللي داخلة عنا فيه. المواضيع اللي داخلة معنا هي 6 مواضيع. أول موضوع اللي هو الستايلز، ثاني موضوع التابل أوف كونتنتس، وعندنا كمان انسر تابل أوف فيجرز وكابشنز مع الكروس ريفرنس، كمان موضوع اللي هو الأورينتيشن والكولومنز. رح نجي عنهم واحد واحد. أول موضوع اللي هو الستايلز، أول إشي نتعرف شو هم الستايلز وشو الفائدة منهم. الستايلز لما نحطهم لبعض النصوص أو الكلمات الموجودة عنا بالبرنامج عشان نتعرف البرنامج هدول إيش نوعهم. الستايلز مهمين عنا اللي هم هيدينج 1 وهيدينج 2 وهيدينج 3، هدول اللي رح نستخدمهم هلأ هذا البرنامج، والباقي بنقدر نبني عليهم نفس المبدأ. الهيدنج 1 معناها عنوان رئيسي، والهيدنج 2 معناها عنوان فرعي. مش هيدنج 1 يعني عنوان اول وهيدنج 2 عنوان ثاني و3 الى اخره، لا، هيدنج 1 معناها عنوان رئيسي والهيدنج 2 اللي هي العنوان الفرعي. نشوف كيف نحطهم للكلمات. مثلا هون عندنا هاي عنوان رئيسي، كيف نفهم البرنامج انه هاي عنوان رئيسي؟ بنضل الكلمه اللي بدنا اياها ونكبس على هيدنج 1. تمام، نضل عليها ونختار heading 1، ونفس الاشي لباقي العناوين الرئيسية. اذا في عنا ندور كمان، مثلا هون عنا definitions، هاي مختارة already، ونفس الاشي research themes، وندور لكل البرنامج وين في عنا عنوان رئيسي بنسميه heading 1. هذول راح نشوف ايش فائدتهم لقدام. ونفس الاشي الهيدنج 2، مثلا هذا عنوان رئيسي في داخله عنوان فرعي اللي هو هيدنج 2. نضل الاشي اللي بدنا اياه نختار هيدنج 2، ونفس الاشي هيدنج 2 الى اخره. هيك احنا فهمنا البرنامج انه هذا heading 1 وهذا heading 2. شو راح نستفاد من هذا الاشي؟ لما بدنا نجي نعمل فهرست بعد ما نخلص المشروع، بيكون مشروع كبير، اذا بدنا نعمل فهرست ونكتب كتابي ونكتب كل واحد كل عنوان وايش صفحته، هذا اشي بغلب. بالوورد عنا اشي سهل اللي هو table of contents، راح يعمل لنا الفهرست بسرعة. بس قبل ما نعمله بنروح على هون وندخل صفحة فارغة عشان نحط التابل عليها. نختار reference table of contents، insert table of contents. من هون بنقدر نختار العرض تبعه، مثلا هون الheading 1 بدنا اياه نقاط ولا خط بينه وبين رقم الصفحة، والheading 2 نفس الاشي و3 الى اخره. ومن هون بنختار كم heading بيعرض لنا، هون مختارين 3، هاي اوكي. زي ما انتم شايفين هنا حطينا الفهرست ورقم الصفحات كل اشي لحاله بدل ما احنا نغلب حالنا. شغله ثانيه، الهيدنج هذا عفوا التابل اوف كونتنتس، اي تعديل بنعمله داخل البرنامج لازم نجي نرجع نعمل له ابديت فيلد. كيف يعني اي تعديل؟ مثلا احنا غيرنا اسم احد الهيدنجز او غيرنا رقم صفحته، مثلا نجي هون مثلا رينبل غيرنا رقم صفحته، هاي اخرنا الصفحه الثانيه بس الصفحه 3. المفروض هذا الاشي يتعدل على الفهرست، شيء طبيعي، ولكن زي ما انتم شايفين طلت 2. كيف بدنا نعدلها؟ زي ما حكينا بنكبس ابديت فيلد، اوكي، هاي عدلنا رقم الصفحة حطينا اياها 3. هذا بالنسبة للهيدنج 1 والهيدنج 2 والتابل اوف كونتنتس. نيجي للموضوع الثاني اللي هو insert captions او insert figures، caption for figures and tables.
ايش يعني caption for figures او caption for tables؟ يعني العنوان الرئيسي للجداول او العنوان الرئيسي للصور المخطوطة او الاشكال البيانية المرسومة. نجي نحط لنا اي صورة او اي شكل بياني بغض النظر، مثلا حطينا هاي الصورة، بدنا نحط للصورة عنوان بيكون تابع لهي الصورة. شو نعمل؟ reference insert caption، من هون بنختار figure لأنه احنا بدنا figure رسمي او شكل مش تابل، نختار figure، هاي figure 1. من هون نقدر نختار numbering، بدنا اياها ABC 1 2 3. اوكي، زي ما انتم شايفين هاي هون حكى لنا figure 1 اللي هي هاي الصورة. نعمل كمان figure، هاي insert، نحط لنا هاي وهي reference و insert caption. لاحظوا لحاله حط لنا اياها figure 2. لو اعتبرناها table راح يعتبره اول table ويسميه table A. هون النمبرنج مختارين A B C، راح يسميه تابل A، بس احنا بدناها يعتبرها فيجر. هاي فيجر، لما نكبس اوكي لحاله راح يحط فيجر 2. ونفس الاشي اذا شلنا هذا حطيناها بعد هاي الصورة. ننزل كمان شوي، حطيناها هون، المفروض يصير اسمها فيجر 2، ولكن ما تغير اسمها، ظل فيجر 1 وهديك ظل فيجر 2. شو الحل لهي المشكلة؟ زي ما عملنا للفهرست نظل اللي بدنا اياها، رايت كليك ابديت فيلد، ونفس الشيء نروح للي بعدها رايت كليك ابديت فيلد. طبعا اذا كان عندنا الملف كثير كبير وفي كثير فيجرز مش معقول احنا نروح على كل وحده ونكبس رايت كليك وابديت لكل وحده. شو نعمل في الحالة؟ بنظلل كل اشي كنترول و A ونروح على اي فيجر ونكبس رايت كليك ابديت فيلد. هيك هو لحاله راح يعدل كل الفيجرز الموجودة، زي ما انتم شايفين هون حاطها فيجر 1 وهي حاطها فيجر 2. وبنقدر كمان بنعمل زي ما عملنا هون table of contents، بنقدر نعمل table of figures. بدل ما نختار table of contents هيها table of figures، ونفس المبدأ اوكي اللي هو هي هون جاء صفحتين، احنا بنعمل هو صفحة هي. كمان نفس المبدأ، بده كل ما نعدل نكبس update field. كل تعديل بنكبس update field. شغلة ثانية، في اشي اسمه الكروس سكشن. الكروس سكشن كيف يعني هذا الكروس سكشن؟ زي ما بالكتاب يجي يقول لك انظر الى الصفحة الفلانية او انظر الى الشكل الفلاني. مثلا هون احنا بدنا نكتبها هون look to figure واحد. وكمان زي ما قلنا مش معقول احنا نيجي نقعد كل شوي نكتب لوك تو هاي الفيجر ولوك هاي الفيجر، وكل ما نيجي نعدل نرجع هون ونعدل. هذا اشي غير صحيح. بالاصل شو نعمل؟ نكتب بس كلمة لوك تو ونختار ريفرنس كروس ريفرنس. احنا بدنا اياها فيجر واحد، معناتها فيجر من هون اختارينا فيجر ومن هون اختارينا فيجر واحد. انسرت بعدين نكبس كلوز. لاحظوا شو حط لنا فيجر واحد. هذا الاشي بايش راح ينفعنا؟ بينفعنا انه هاي الفيجر اذا تغير اسمها، كيف راح يتغير اسمها؟ مثلا حطينا فيجر جديد هون، هاي انسرت،
هاي فيجر انسر كابشن هاي صار اسمها فيجر 1 هاي وغيرناها ابديت فيلد هاي اصلا فيجر تغيير المفروض هاي احنا بدنا يرجع لهي الصورة اللي كان اسمها اصلا فيجر 1 بس لساتها فيجر 1 شو نعمل رايت كليك وابديت فيلد عدلها عملها فيجر 2 اللي هو ضلت على هي الصورة او زي ما عملنا قبل شوي سيلكت اول وابديت فيلد كمان بزبط في حال كان عندنا كثير صور ننتقل لموضوع التابلز مثلا بدنا نعمل تابل هنا insert table ونختار عدد التابلز المطلوب عدد الصفوف وعدد الأعمدة منها ونعبي التابل عادي نكتب اللي بدنا اياه company مثلا ما عندنا 1 الى اخره بنعبي التابل للاخر ونفس الشيء التابلز بنقدر نعملهم زي ما عملنا بال زي ما عملنا للفيجرز وللكابشنز تيبل اوف كونتنتس وتيبل اوف فيجرز بنقدر نعمل تيبل اوف تيبلز ريفرنس بنختارها من ضمن تيبل اوف فيجرز وهون بدل ما نختار فيجر بنختار تيبل اوف تيبلز بس هون لانه مش عاملين احنا ولا تيبل ما راح يعمل شيء كيف نعمل تيبل نفس الشيء هذا هون نجي كمان كابشن بس بدل ما نختار فيجر بنختار تيبل اوكي حط لنا الاسم فوق على عكس الفيجر مش حط عليه ما ضلبته كابشن تيبل 1 هاي حطينا الاسم فوق على عكس الفيجر كان يحط الاسم تحت نفس الشيء زي ما قلنا بنقدر نعمل تيبل اوف تيبلز وكمان بنقدر نعمل لوك تو نكبس ريفرنس كروس ريفرنس بدل ما نختار فيجرز نختار تيبلز تيبل اي انسرت كلوز هاي لوك تو تيبل اي تماما بنطبق كل شيء زي ما عملنا على الكابشنز ننتقل لموضوع اخر اللي هو البيج اورينتيشن نتعرف اول شيء شو يعني البيج اورينتيشن اللي هو عرض الصف اما بحطها بالطول زي هيك او بحطها بالعرض زي هيك بس احيانا بنحتاجش نعمل لكل المشروع نفس المبدا هيك بيكون بالعرض احيانا بيكون بدنا بس صفحه معينه تكون بالعرض كيف نعمل هذا الاشي من اشي اسمه بريك بنجي اولا نشوف اي صفحه نعمل لها بريك مثلا بدي اعمل لهاي الصفحه بريك بروح على الصفحه اللي قبلها بكبس بريك كونتينوس بعدين بجي على الصفحه اللي انا بدي اياها بكبس اورينتيشن راح يعمل لكل الصفحات اللي تحت هاي الصفحه اللي بدي اياها يعني هاي واللي تحتها نفس الشيء صار لهم طب احنا قلنا بدنا بس هاي الصفحه شو نعمل نجي على نهايه الصفحه اللي بدي اياها كمان مره بريك كونتينوس بس بنروح على اللي بعدها بنرجع اللي بعدها طبيعيه راح يرجع اللي بعدها وعلى اللي بعدهم طبيعيين ظلت بس هاي الصفحه بالعرض هذا بينفع بالجداول العريضة بدل ما تنحط بالطول ويكون في بعض الأرقام مش مبينة بنحط صفحة عريضة آخر موضوع عنا اللي هو الكولومنز الكولومنز اللي هو بحط لنا الفقرات على شكل أكثر من فقرة على شكل أعمدة زي هيك مثلا
بدنا هاي الفقرات نحط على شكل عمودين. هاي ليش اللي بدنا اياه نظلله ونحط. طب بدنا احنا اكثر من صفحة وبدون ما نعمل او عفوا كل الفايل بنكبس اي مكان بدون ما نظلل كولومنز 2 هيك راح يعمل لنا لكل الكولومنز هيك عملنا لكل الكولومنز الموجودين بهاي الصفحة. ليش؟ لانه عاملين قبلها بريك وبعدها بريك فراح يطبق الكولومنز عليها فقط. بينما لما اجي لو نجي نعمل هون كولومنز راح يطبقها على كل اشي تحت. هاي فائدة البريك انها بتحدد لنا الاشياء اللي بدنا اياها. كمان بس هيك البريك بتعمل لنا اشياء ثانية. ممكن نعمل اشي يتطبق على الايفن بيج، ممكن على الاود بيج. واذا بدنا على صفحة واحدة فقط نختار على الكونتينيوس. هيك بنكون غطينا الأشياء اللي داخلة معنا في برنامج الوورد، وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا.